أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي الأهمية المتزايدة لتجمع البريكس باعتباره تجمعا قائما على التعاون والاحترام المتبادل بين الدول، ويعكس كذلك حرص التجمع على تكثيف التشاور والتنسيق الفعال مع الدول الصديقة والمؤثرة من خارجه بهدف تحقيق المصالح المشتركة. جاء ذلك خلال كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي بقمة تجمع بريكس بلس المنعقدة بمدينة قازان الروسية. أعرب مجددا عن تقديري لفخامة الرئيس فلاديمير بوتين لدعوته لاجتماع اليوم بصيغة بريكس بلس، كما أرحب بالسادة رؤساء الدول والحكومات المشاركين في الاجتماع الذي يؤكد الأهمية المتزايدة لتجمع بريكس باعتباره تجمعا قائما على التعاون والاحترام المتبادل بين الدول، ويعكس كذلك حرص التجمع على تكثيف التشاور والتنسيق الفعال مع الدول الصديقة والمؤثرة من خارجه بهدف تحقيق مصالحنا المشتركة.